السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم مملحات ساهلين وبساط، زوين في الشكل وحتى في المذاق، واهم حاجة بدون عجين. غادي نعوضوا العجين بخبز توست، وصفة سريعة وسهلة ان شاء الله غادي تعجبكم. تابعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. وهذو هما المكونات اللي غادي نحتاجو اليوم باش نوجدوا المملحات ديالنا. مكونات سهله وبسيطه، وكيف قلنا غادي نستغناو على العجين، نعوضو بخبز التوست. طريقه سهله وبسيطه غادي تعجبكم ان شاء الله. الحشوه كتبقى حسب الرغبه. انا عندي هنايا فلافل بالالوان، بصل عملت كذلك ابيض وبصل احمر، بقدونس مقطع، وصدر الدجاج، زوج فصوص ديال الثوم. غادي نعمل هاد المكونات تشحر. غادي نوجد اول شيء الحشوه باش نخليها تبرد. غادي ندير الخضر باش يتشحروا شويه، غنضيف معاهم فقط الزيت والملح، ونخلي حتى تذبل هذيك الفلفله والبصل. عاد من بعد غادي نضيف باقي المكونات. وفي هذه المرحله من بعد ما كتذبل البصله هي والفلفله، كنضيف هذوك جوج دروز ديال الثوم محكوكين والدجاج. ممكن تغيروا، تعملوا كفتة او سمك، تغيروا في المكونات وفي الخضر كيف بغيتوا. كنضيف الدجاج في هذه المرحله الاخيره باش ما كيطيبش بزاف وكيجي ناشف. كنضيف نصف ملعقه صغيره ديال الكركم، وملعقه صغيره مملوءه ديال البابريكا او الفلفل الحمراء، ونصف ملعقه صغيره او اقل ديال الابزار او الفلفل الاسود. ممكن تضيفي الهريسه او حبه الخضر. وضفت في الاخير القزبر والمعدنوس، وكنزيدو نشحرو شويه حتى كيطيب الدجاج. طبعا التوابل كتبقى حسب الذوق. ممكن تضيفوا الهريسه، ممكن تضيفوا تغيروا في المكونات كذلك، بدل الدجاج تعملوا كفته او سمك، تغيروا في الخضر كيف بغيتوا. الحشوه كتبقى حسب الذوق. وملي كتوجد الحشوه ديالنا كنخليوها على جانب باش كتبرد، وكندوزو كنوجدو خبز التوست. غادي ناخد هذوك القطع ديال الخبز التوست، وغادي نرققهم جيدا حتى كيوليو رقاق في السمك. هاد الطريقه وهاد الوصفه هي شبيهه بطريقه تحضير جيب التاجر الشرقيه. الفرق اللي كاين بيناتهم هو اننا كنطيبوا الخبز ديال وصفه جيب التاجر قبل، من بعد كنعمروا بالحشوه حسب الذوق بارده او ساخنه، لكن هذه هو اننا كنديروا الحشوه في الخبز وكنقليوه مباشره. غنستمر على هذه الطريقه حتى كنكمل كل القطع اللي عندي ديال الخبز توست، وندوزو نشوفوا الطريقه ديال التعمار. هذه هي الطريقه باش غادي نعمروا المملحات ديالنا. كنوضعوا قطع ديال خبز التوست في الاسفل، وكنوضعوا شويه ديال الحشو في الوسط، ونعاودوا نعملوا قطعه اخرى في الاعلى، ونهزوا القطعه اللي في الاسفل ونقربوها شويه لعند القطعه اللي كاينه في الاعلى، ونلصقوهم جيدا. نضغطوا عليهم بالاصابع ديالنا ولصقوهم، هما كيلصقوا بسهوله، غير خصنا نضغطوا عليهم مزيان باش ما يتحلوش لينا في الطياب. وكناخذوا واحد القطاعه او اي شيء يساعدنا على التقطاع، وكنقطعوا هذوك الزوائد ديال الخبز. بطبيعه الحال هذوك الزوائد ديال الخبز ما غاديينش نرميوهم، كنشعلوا الفران يكون مهيل، وندخلوا ليه هذوك القطع او هذوك الزوائد ديال الخبز، نحضروا منهم خبز الخبز المحمص او لا شابلوغ. غادي نستمر على الطريقه حتى نكمل كل القطع ديال الخبز اللي عندي والحشو، ونرجع نشوفوا بقية المراحل.
وهنايا كمرحلة تانية غادي نحتاج البيض مطرب والخبز محمص او لاشابلور، باش غادي ندوزوهم في البيض ومن بعد في لاشابلور ونقليهم في الزيت. ومن بعد ما كيتقلاو الخبيزات ديالنا او المملحات كنزولوهم من الزيت وكنوضعوهم فوق الورق النشاف باش كيابسوربو لينا هذاك الزيت الزائد، وكنقدموهم بالصحة والراحة. هذا هو الشكل النهائي ديال المملحات ديالنا ديال اليوم. كيجيو زوين صراحة في الشكل، دايب في المذاق ومقرمشين، كيعجبو الكبار والصغار. كنتمنى انكم تجربوهم ويعجبوكم. خليو لي تعليق، استفسار، انتقاد بناء بطبيعة الحال. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون خفيف ظريف ونال اعجابكم وتجربوا الوصفة. ما تنساوش تشتركوا في القناة وتعملوا جيم، والى اللقاء في الفيديو الجاي ان شاء الله.